السلامة، مرحبا بكم في ميوزيسيان بوان تي ان. اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا معنا الانسكريبسيون على السيت. دونك نحلوا اون باج انترنت ونكتبوا من فوق اسم السيت نتاعنا اللي هو www.musicien.tn. هكا يتحل لنا السيت نتاعنا. فوالا كيما قاعدين نشوفوا هذا سيت musicien.tn. دونك باش نعملو الانسكريبسيون نطلعو الفوق بالكل على اليمين نلقاو انسكريبسيون ننزلو عليها باش تعدينا الفورمولير صغير نعمروه نبداو باللي زانفورماسيون دو كونت ايدونتيفيون نكتبو اسمنا فلان مثلا لادريس ميل اوبليغاتوار بيان سور كان ما عندكمش ادريس ميل تعملو ادريس ميل وتجيو تحطوها فلان بن فلان @gmail.com مثلا من بعد نختارو مود باس بتبيع مود باس تعرفها كان انتي بعد اون كونفيرم لو مود باس نتعداو لي زانفورماسيون سور لو بروفيل هذوما اللي باش يطلعوا على البروفيل برينوم فلان فوتر نوم بن فلان التيب نحلو التيب نلقاو دي بروبوزيسيون ستوديو كونسيرفاتوار بروفيسور نختارو مثلا ميوزيسيان من بعد نتعداو لانسترومون اللي طلبوا عليه فما قانون بيانو غيتار اتسيتيرا تختاروا الانسترومون اللي تلعبوا عليه فيولون مثلا بعد نتعداو للستيل دو ميوزيك ستيل نلقاو كالعاده اكثر من بروبوزيسيون مالوف سلاميه حضره جاز سلام اتسيتيرا تختاروا الستيل نتاعكم بعد نتعداو لوكاليزاسيون تلقاو ولايات تونس الجمهوريه الكل موجوده وفما زاد بلدان من الخارج كنكم انتم تعيشوا برا نختاروا توا مثلا القروان وكي نكونو كملنا الانسكريبسيون تاعنا نقص كان باش نحطو تيرميني الانسكريبسيون اي فوالا هكا تولي مقيدين معنا في musicien.tn بعد ما عملنا الانسكريبسيون على سيت musicien.tn تاو باش نوريكم كيفاش تدخلوا للكونت نتاعكم باش نبدا انسكريبسيون فما كونيكسيون ننزلوا عليها طلعنا لي دو كاز هذوما نون ديوتيليزاتور اللي هو فلان والمود باس اللي عملناها من بكري نحطو كونيكسيون وهكا نوليو احنا كونيكتي على الميوزيسيان.تي.ان دونك فوالا باش ندخلو للكونت نتاعنا وباش نعملو لي موديفيكاسيون كان نحبو ننزلو على الراس هذيك اللي باش نبدا كونيكسيون يطلع لنا الكونت نتاعنا هذايا فوالا هذا هو الكونت نتاعنا نلقاو لاكتيفيتي بروفيل نوتيفيكاسيون دي ميساج وكان تحبو تعملو دي زامي ولا جروب دامي ولا فوروم تحكيو فيه دونك كي ننزلو على بروفيل يطلع لنا لي زانفورماسيون دو باز اللي حاطينهم اسمنا لقبنا التيب نتاع الموسيقى وستيل والكل كي ننزلو على موديفي نجمو نصلحو حاجه من لي زانفورماسيون اللي حاطينهم باغ اكزومبل كي نمشي نبدلو ستيل نتاع الموسيقى اللي حاطينه ننزلو على فوتو دو بروفيل هنايا نجمو نعملو نحطو تصويره لينا سيليكسيوني ان فيشي ونمشيو نجيبو تصويرتنا هكي هو يحط لنا التصويره نتاعنا ويعطينا باش نعملو الركادراج اللي حاجتنا بيه دونك بعد ما جبنا تصويره نعملو روتايي لافاتار اللي هي الركادراج نتاع التصويره فوالا ركادريوها كيما نحبو احنا نكليكيو هكا يحط لنا الفوتو دو بروفيل اللي اخترناها aussi فما موديفيي لونتيت لونتيت هذيك الكبيره اللي نجمو نسميها زيدا كوفرتور نجمو زيدا نحطو اونتيت دونك نعملو سيليكسيوني ان فيشي كيف كيف ونختارو لونتيت اللي حاجتنا بيه فوالا هكي نكونو حاطين فوتو دو بروفيل وحاطين فوتو لللونتيت نتاعنا توا وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا ان شاء الله سهلنا عليكم البروسيسوس دانسكريبسيون ورينيكم كيفاش تحلوا الكونت متاعكم كيفاش تحطوا فوتو دو بروفيل و فوتو دو كوفرتور اذا عندكم اي اسئله ولا اقتراحات نيزيتي با نو كونتاكتي على الباج فيسبوك و الشين يوتيوب متاعنا musicien.tn